أين أنتم يا جموع المسلمين؟ قد تركنا بين أيدي الظالمين، ذبحونا، قتلونا، هجرونا، واستباحوا حرمات الآمنين. كم صرخنا، هل سمعتم صوتنا من ركام الأرض؟ كم يعلو الأنين، ما سمعتم صوت آه الثكالى واليتامى كيف أضحوا ضائعين؟ كم مؤامرة أعدت ضدنا كي نبعد وكي نزل ونستكين، أصلها في إسرائيل وأمريكا، زادهم في بغيهم روسيا والصين، حزب لاتن مالكي خامني حقد طائفة اللئام الحاقدين، لكن الله تعالى معنا سوف ينصرنا ويخزي المجرمين. نسأل المولى لنا نصرا قريبا عاجلا يشفي صدورنا.